السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نرسم او نصمم هذه الكتلة. ان شاء الله الموضوع بسيط جدا. نبدأ هنقول ان وليكن الطول هيكون مثلا 25 متر. فهنبدأ بسيركل الفيرتكس وليكن 16، والراديوس وليكن 5 متر. حرك ده في اتجاه الاكس. كده الأبعاد عندنا، الأبعاد دلوقتي خلينا نعمل موف لجزء اليمين عندي 25 متر، فاجي في اتجاه الاكس 1500 لـ15 متر. دلوقتي ده كده تقريبا 30 متر، لأن اليونت من ديت كده عبارة عن 1 متر. ممكن هارد اف تي ال اكس هكذا اضغط سكيل. اختار كل الفيرتكس دوت اتجاه زد. كرسر، حركة الكرسر هنا هذه النقطة، الروتيشن هيكون حول الكرسر، و R اتجاه ال Y. الكرسر يكون في هذه النقطة و R اتجاه ال Y. سكيل هنختار هذه النقاط فقط و سكيل في اتجاه الواي. عندي 2 لوكات، نحرك نقاط هكذا و سكيل في اتجاه الواي. طبعا النقاط ديت مش هتكون أقل من كده في الارتفاع. سيلكتد ونختار كل هذه النقاط في سكيل في اتجاه زد. نختار هذا الجزء اكسترود سكيل، نحرك الادج في اتجاه زد. ممكن نعمل روتيت حول الواي. سكيل اتجاه الاكس.
هنقول ان في هنا سيركل، السيركل ديت هتكون وليكن 14، جوين، نيجي نعدل النقاط هنا، طبعا هنوصل الإيدج ديت بالإيدج هذه، ولكن هنغير الأول الأبعاد أو هنغير التفاصيل. احنا عندنا هنا ستاشر فيرتكس أو 18 فيرتكس، فالمفترض يكون هنا عندنا 18 أيضا. ولكن نعدل الأول، نحرك النقاط، تغير الواي، سكيل في اتجاه الواي، ناقص إن نعمل كونكت ما بين هذه الإيدج، فإحنا ممكن نضيف هنا لوكات، عندنا 18 و 18، ممكن نعمل بريدج بالنسبة لهذه النقاط، ممكن نعمل سلايد بحيث ما يكونش في ديستورشن. طبعا البيز فيل ايضا فيل، في عندنا 3 edges، هنضيف 3 edges fill و fill، بس نعدل نقاط هذه. نختار هذه
اختار نقاط ممكن نعمل سكيل في اتجاه الواي. ممكن نعمل سكيل في اتجاه الواي. النقطتين دول برضو ممكن نعمل سكيل سموث. الجزء ده مايل شوية وأطول. طبعا هنحتاج لوكات. كده يمكن عملنا الموديل. في بعض التفاصيل ممكن نضيفها، يعني هنختار ده كده دوبليكيت، نسمي ده بيلدينج. ده روتيت حول الاكس. طيب هنعمل دوبليكيت ونسمي ده واير فريم وايرز. بعد كده هنعمل سكيل، هنقول إن الأوريجين أو في الجيومتري، نعمل سكيل هكذا ونضيف واير فريم. هزود السيكنس هنزود الأول، هنضيف سبدومين سيرفيس أول شيء هكذا. بعد كده نضيف واير فريم وليكن 10 سنتي. سيلكت للواير وسكيل في اتجاه الواير. سكيل في اتجاه الاكس. ممكن نعمل سكيل أيضا في اتجاه الواي. ده كده كان الموديل. طبعا عشان نغير واير فريم أو نغير شكل واير فريم هنضطر نعدل في اللوكاتس، يعني ممكن نعمل هنا روتيت زي كده. هنلاقي إن اللوكات تتغير، بس ممكن نعمل شرينك راب. لكن عموما في أكتر من طريقة. وكده ده كده بالنسبة للموديل، والباقي طبعا خطوة الرندر.